شوف شوف الاعتداء، شوف الاعتداء، الاعتداء على المواطن النجفي منطقة الجمهورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم الآن كما تظهر، وأيضا من خلال خدمة الواتس أب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل الدخول في التفاصيل مشاهدينا، نود التنويه أن تردد قناة الرافدين الجديد كما هو ظاهر على الشاشة أمام حضراتكم 10727 على مدار القمر نايل سات. يرجى من حضراتكم مشاهدينا الكرام ضبط أجهزتكم والانتقال إلى التردد الجديد لمتابعتنا في كل جديدنا. نتكلم اليوم عن استمرار مسلسل الانتهاكات التي يتعرض لها الناشطون في ثورة تشرين، الناشطون في التظاهرات العراقية التي خرجت للمطالبة بحق المشروع، التي خرجت للمطالبة باستعادة وطن منهوب مسلوب على يد مجموعة من اللصوص، من الفاسدين، من الأحزاب الفاسدة، من الميليشيات التي منذ أن قدمت إلى العراق وهي تحمل ولاء للآخرين، ولاء لدول الجوار، ولاء لدول بعيدة، فضلت المصلحة، مصلحة هذه الدول على المصلحة الوطنية، حملت شعار الوطنية زورا وبهتانا، وهي في الواقع تقتل العراقيين وتسرق أموال العراقيين يوميا. لدينا من هذه النماذج ميليشيا العصائب، طبعا ميليشيا العصائب، وعلى لسان النائب عن كتلة صادقون، ونحطها بين قوسين طبعا، التابع لميليشيا العصائب نعيم العبودي، اتهم المتظاهرين والحراك السلمي بوجود سفارات أجنبية تحرض الشباب المتظاهر على التظاهر وقطع الطرق بحسب ما قال. قال أيضا أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي ارتكب خطأ استراتيجيا حين قدم استقالته استجابة لطلب المرجعية وليس بسبب ضغط المتظاهرين، مؤكدا على أن ميليشيات العصائب لن تقبل للحكومة الحالية بالتنازل مجددا لمطالب المحتجين. وبشأن ملف الانتخابات، قال أيضا أن الانتخابات، قانون الانتخابات سيطبق، فإن الأحزاب الدينية ستشكل الأغلبية في مجلس النواب. بالفعل عادل عبد المهدي لم يستقل بسبب ضغوطات الشارع العراقي، استقال بسبب الأوامر التي أصدرتها مرجعية النجف، وهذا سؤال إلى مرجعية النجف أيضا، لماذا لم تخرج هذه الأوامر للإطاحة بحكومات خرج العراقيون للإطاحة بها؟ لماذا عبد المهدي فقط؟ يعني شنو اللي يميز عبد المهدي عن غيره من الحكومات ارتكبت ضد العراقيين أبشع صور الانتهاكات وأكثر فسادا كانت من عبد المهدي؟ نور المالكي على سبيل المثال سفك دماء العراقيين أكثر بعشرات المرات مما قام به عبد المهدي خلال الفترة التي استلم بها الحكم. لماذا لم تخرج هذه الأصوات التي طالبت باستقالة أو تقديم هذه الحكومة استقالتها؟ لماذا لم تخرج أصوات من النجف تحث السياسيين أو من يسمون بالسياسيين داخل العملية السياسية التي يخرج العراقيون يوميا للإطاحة بهم لتقديم استقالتهم وترك المناصب وإدارة الدولة عن طريق أشخاص يختارهم العراقيون فعلا؟ طبعا هذه الأصوات التي تخرج من العراقيين الرافضة للعملية السياسية ولوجودها تواجه بالرصاص الحي. مسلسل اغتيالات يستمر. الشاب اللي شاهدتموه في بداية الحلقة هو أحمد الحسناوي، هو متظاهر من محافظة النجف تم اعتقاله عن طريق القوات الحكومية. المقطع اللي شاهدتموه طبعا هي عناصر من القوات الحكومية قامت باعتقاله، وخرج متظاهرون في محافظة النجف ينددون ويستنكرون عملية اعتقال أحمد الحسناوي، لكن في المقابل قوبلوا بقمع حكومي أيضا، وهناك توجيهات من الميليشيات، وأيضا هناك سياسة ربما حكومية متبعة لقمع المتظاهرين والناشطين بشتى الوسائل، إن كانت عن طريق اعتقالهم أو عن طريق السماح للميليشيات باغتيالهم. وشاهدنا هذا الموضوع في لقطات كثيرة، تمت عملية تصفية واغتيالات لناشطين ومتظاهرين في أماكن تخضع لسيطرة القوات الحكومية وتسميها الحكومة بأنها مناطق مؤمنة. كيف إذن تمت بها عملية الاغتيالات؟ إذن أكو
تعاون ربما يتضح من خلال هذه الممارسات اللي ترتكب ضد العراقيين. عندنا طبعا ضمن الأخبار مشاهدينا الكرام المرتبطة بهذا الموضوع، مسلحون هاجموا منزل ناشطين في تظاهرات ثورة تشرين في محافظة ذي قار بعبوات ناسفة. مصادر صحفية نقلت عن ناشطين قولهم أن أحد المنزلين المستهدفين يقع في قضاء الدواية أو الدواية شمالية محافظة ذي قار، والمنزل الآخر وسط الناصرية، وبينوا أن الهجومين أسفر عن أضرار مادية فقط. طبعا نتمنى السلامة للجميع من الناشطين والمتظاهرين، يواجهون معركة شرسة حقيقة في العراق، يعيشون هذه الأجواء المربكة المرهبة، أيضا أجواء الإرهاب التخويف الترويع. يعني كثير من الشباب استشهد في سبيل كلمة الحق التي رفعها في شوارع العراق، لكن في المقابل هي كما قال كثيرون لابد من تضحيات بغض النظر يعني من هي الجهة التي يقف أمامها الشعب، ترفع شعار ديني أو لا، تنتمي إلى جهة دينية أو لا، في النهاية كلمة الحق يجب أن تقال، ولا بد من تضحيات تقدم في سبيل الحصول على الحرية التي ينشدها المجتمع العراقي. من عندنا؟ عندنا السيد أبو محمد من الديوانية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك. سلام على قناة الرافدين. حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل يا أبو محمد. يا سيد العزيز، دول لا يطيح بديهم، حتى هدومنا خذوها، حتى ملابسنا ياخذونها، حتى بيوتنا خذوها. دولة هاي مو دولة، هاي دولة عصابات، هاي دولة استهتار، ما يقول الشعر، هاي دولة استهتار، هاي مو دولة، هاي دولة عصابات، هاي تابعة كلها لعلي خامنئي والخميني، الخميني بعده يفتر ورانا. نعم. صدق هاي لو يطيح بديها كلها حرقتنا. ايران هي تدمر الدول العربية كلها. تسيطر على الدول العربية كلها، ما تريد يوم للعراق يقوم، تطلب العراق بثار مال حرب العراق وإيران، هي دمرت. سيد أبو محمد، شلون تشوف موضوع أنه يستمر مسلسل اغتيال وتصفية الناشطين بالتظاهرات والحكومة تظل تتفرج، رغم أنه الانتهاكات اللي تصير أحيانا تتم في مناطق خاضعة، أو كثير من الأحيان في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية، شلون ذول اللي دي يغتالون الناشطين دي يطبون ويطلعون بأسلحتهم في مناطق مسيطرة عليها الحكومة؟ سيدي العزيز، الشرطة لا حول ولا قوة إلا بالله، ما بيدها شيء، هذول عصابات كلها، الحرس الثوري الإيراني والأحزاب هي جاية تقتل بالناشطين العراقيين. مستحيل الشرطة هم يقتلون الشعب العراقي، بس هم هذول كلهم الأحزاب والحرس الثوري الايراني تابع لايران، وذولا هم كلهم يقتلون الشعب العراقي، ما يقدرون يحكون. اي شرطي يلزم يمسك هذا اللي يقاتل يقتلونه ثاني يوم، الثاني بسرعه يطلع اصلا، ما يقدرون يحكون وياه. ابو محمد، على سلام على السيطرات بسلام. سيد ابو محمد، نعيم العبودي هو احد العناصر ميليشيا العصائب، يقول بانه عادل عبد المهدي اخطا من لما سمع كلام المرجعيه واستقال، واني اقول للمصطفى الكاظمي، للاسف فقدنا الاتصال، انه اني اقول للمصطفى الكاظمي لا تستقيل تحت الضغط الشعبي والمطالبات من المحتجين. يعني يعترفون ان هناك ضغط شعبي ومطالبات من المحتجين من المتظاهرين العراقيين لاسقاط النظام، ومع هذا يهملون هذه الاصوات، وطبعا يكيلون لها كثير من التهم ابناء السفارات وغيرها. عندنا السيد سعد من الكويت، تفضل. السلام عليك يا استاذ محمد. استاذ، ايضا البرلمان والحكومه لهم دور، يعني بمنع القمع، هذا غير جايز، غير مقبول، غير لائق بالاعراف الدوليه وبالدستور جمله وتفصيلا. الانتهاكات لا تجوز اخلاقيا انسانيا اسلاميا يا استاذي. كذلك ايضا يا استاذي، هذا العراق مستقبله ظاهر ان شاء الله بالمليارات والنفط والخيرات يا استاذ. ولكن يا استاذي ايضا ايضا عندي انا سؤال، يعني تفاءلوا خيرا يا استاذي تجدوه. دائما للاسف جزئيات من الاخوه يتشائمون، ليش ليش ليش؟ لان العراق مستقبله ان شاء الله ظاهر بالنشامه والزلم. إن شاء الله. وتحياتي لكل البرنامج وللقناة. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت، كلام سليم،
احنا فعلا تكون عندنا نظرات سوداوية احيانا، اكو احباط موجود من بعض المتصلين ينقل احيانا احباطه وشعوره بالسوء لاخرين، احيانا الناس عندها خيبه امل، خيبات امل ربما متكرره متراكمه تجاه شريحه من المجتمع العراقي، يشوفوهم بانهم سلبيين، يتعرضون الى ذل ومهانه ويعيشون ضمن اجواء مليئه بالارهاب وبالرعب وبالتخويف وبالاذلال وبالفساد وراضين وساكتين. لكن مع هذا مثل ما قال السيد سعد من الكويت، التمسك بالامل مشاهدينا الكرام الطريق هو الوحيد انه الشعب العراقي ينتزع الحريه هي بالاصرار والاستمرار. اذا كان هناك كل شويه نشعر بالاحباط ونطب بيوتنا ونسكت، مستحيل تستمر ثوره او تظاهره او احتجاج بالعراق. لازم اكو استمرار حتى يؤدي الى النتيجه المرجوه. عندنا السيد عبد الرحمن من بغداد، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. حبيبي الله يخليك. الله يسلمك. بس أبدأت بخصوص موضوع الاعتقالات اللي تصير يومية. نعم. اختيالات اللي تحصل. نعم. بس سؤال أبدأ أعرف إنه القوات الأمنية شنو مكانها الموجود هسه حاليا؟ تشوف هذه الاختيالات اللي تصير. ورغم كل هذا إنه إحنا كل عمليات اغتيال تصير أو كل عمليات اعتقالات وهذا السؤال، فإحنا عندنا نملك أدلة يعني. عندنا أدلة بالكاميرات، الجهة اللي خطفت منه، الجهة اللي اعتقلت منه بيا مكان، مثل ما سجاد العراق اللي حيصير أكثر من 3 أشهر زين. وإحنا ننزل المكان اللي انخطف من عنده، وننزل للمكان اللي حاطي وين زين، ونعرف الجهة اللي خطفتها وين، ونعرف زين، ووصلنا أدلة، وصلنا فيديوهات. شو يقول لكم بالمقابل الجهة الحكومية؟ شو ترد عليكم وتقول لكم من تنطوها الأدلة؟ الجهه الحكوميه شو هي دخلت للناطيه، يمكن 3 أفواج ما عرفت ايش قالت، ويمكن 7 سيارة رتب كامل زين. ومن شافوا الميليشيات يجي قواتهم تسحبه. لان انت هنا ايش راح تسوي يعني؟ ايش راح تسوي حاله ذا؟ هي الدوله ما تهنوا طلعت الميليشيات، انت هنا ايش راح تسوي؟ تروح تتكاتل مثلا وياهم؟ تشيل السلاح؟ راح تشيل السلاح راح يقول لك انت دعمتك امريكا ودعمتك اسرائيل وما اعرف شو. احنا شايلين علم وقعوا من عندنا اكثر من 900 شهيد ونصيح هتافات سلميه، ويا معودين احنا سلميين، يا معودين احنا طلاب زين، وكتلونا كله. سيد عبد الرحمن، لما تطلع جهه مثل ميليشيا العصائب، عندهم كتله برلمانيه اسمها صادقون، يعني طبعا شلون اسم. المهم يطلعون يقولون انه ذولا ابناء السفارات اللي هم يقصدوكم طبعا الناشطين والمتظاهرين، ابناء السفارات ذولا المفروض رئيس الوزراء ما يسمع لهم اذا طالبوا باسقاط الحكومه او استقالته، والمفروض يكمل. انا بس سؤالي عفوا، اذا كانت التهمه اللي طالعه من ذولا هو انه انتم ابناء السفارات، طيب هم لما يعلنون بالولاء المطلق لايران يكونون ابناء منه؟ نعم، راح يكونون اذرى نحن على هاي الكلمه، بس راح يكونون ابناء عاهرات. يعني احنا ما بعنا الوطن، يعني بقينا محافظين رطب كل اللي صار، بقينا مصرين لحد هاللحظه، كفي لك الله. نعم. زين، احنا يوميا طبعا انا بدي احكي لك 2 من الاصدقاء المقتولين، زين، وهي من عدل اللي يوميا ينخطفون يوميا، اذا سمعت انه الناشطه انتصار ايضا صديقتنا، زين، هم انخطفت، فعندنا صار وقسم بالله لا راح من ولا زين، عسى ما لو ايش قد يكتبون، احنا مو نسجل وطنيتنا بالعكس، زين، بس احنا مصرين انه ذول الحسابات اللي نطلعها. نعم. زين، من هو ابناء السفارات؟ احنا اللي احنا فلوسها نريد نروح للساحه ما عندنا. زين، كروا نريد نروح للظاهر ما عندنا، احنا اولاد سفاراتنا هم اللي قعدوا ويا امريكا وغير امريكا وايران. واللي كاتلين نفسهم على ايران صارين كلاب المال ايران. منو احنا؟ احنا اللي كتلنا نفسنا على مود العراق وصرنا اولاد سفارات منين يعني؟ من اللي يدعمنا مثلا؟ زين، اشوياته جيبنا فارغ. زين، على شنو ابناء السفارات؟ أنا أسأل يا سيد عبد الرحمن، لما يطلع رئيس الوزراء أول ما يستلم الحكم مصطفى الكاظمي وقال بأنه أنا أوعزت إلى القيادات الأمنية بإيقاف العنف المستخدم ضد المتظاهرين وحماية المحتجين والمتظاهرين، وين هذا الكلام من الملاحقات والاغتيالات والاعتقالات اللي تتنفذ يوميا ضد الناشطين والمتظاهرين؟ عبد الرحمن، السيد عبد الرحمن يبدو ما موجود، فقدنا الاتصال وياه.
مفوضية حقوق الإنسان في العراق تحدثت عن هذا الموضوع أيضا، وقالت بأن الحكومة لم تحاسب المسؤولين عن قتل وخطف وترويع المتظاهرين حتى الآن. المفوضية أوضحت أن عمليات الاغتيال واعتقال الناشطين والصحفيين زادت ولا يزال مصير معظمهم مجهولا، فيما قال ناشطون وحقوقيون إن حملة الاغتيالات لن تتوقف لأن المحتجين يتظاهرون على سياسة حكومية مستمرة ومتواصلة لم تتغير، كما أن القتلة لم يحاكموا وهذا يعني استمرار الحراك الشعبي. لدينا مقطع الآن مشاهدين الكرام، دعونا نشاهده لعضو في مفوضية حقوق الإنسان وبعض الناشطين الحقوقيين يتحدثون عن هذا الموضوع. وأشرت العديد من المؤشرات التي حدثت فيها وللأسف انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان من قبل الجهات الحكومية أو قد تكون الجهات الأمنية التي كانت تتصدى لهذه التظاهرات وكانت استخدمت وسائل عنف وقمع لهذه المظاهرات، وللأسف فقد سقط الكثير من الشهداء، تجاوز العدد 580 شهيد في المحافظات التي شهدت فيها مظاهرات. لاحظنا حدوث اغتيالات كثيرة إضافة إلى اعتقال ناشطين وصحفيين والكثير من الذين لا زال مصيرهم مجهول إلى هذه اللحظة، وكانت هناك الكثير من الانتهاكات التي رافقت تكميم الأفواه والاعتقال لسبب بعض التصريحات أو لسبب الظهور في النشطاء المدنيين من منظمات المجتمع المدني. يحاولون قدر الإمكان من إرسال مسجات قاسية إلى المتظاهرين وإلى المحتجين، ويحاولون قدر الإمكان إعطاء تهديدات، وهناك من غيب وهناك من سجن وهناك من اختطف وهناك من قتل، أعداد كبيرة بالعشرات يعني من شمال العراق إلى جنوبه وخصوصا المناطق الوسطى والجنوبية. لذلك على الحكومة أن توفر البيئة الآمنة لهؤلاء وتحميهم وتعطيهم رسائل الاطمئنان أثناء الاحتجاجات، وإلا فإن مصيرهم الخروج من العراق. هذه الاغتيالات ليست جديدة، والماسكين على السلطة بعضهم لديه علاقات مع مجموعات لها أسلحة ولها أجندة خاصة بمحاولة خنق الصوت المعارض لسياسة الدولة وأيضا سياسة الميليشيات، ولها الكثير من الأفعال الإجرامية التي تقوم بها ضد المدنيين وضد الذين يحتجون على سياسة الحكومة. فالاغتيالات مع الأسف مستمرة منذ فترة طويلة، وليس آخرها صلاح، ولا أنا صلاح العراقي، ولا أعتقد أنها سوف تتوقف، لأنه المحتجين على السياسة يتظاهرون على سياسات مستمرة، فلم تتغير السياسات، وأيضا لم يحاكم هؤلاء القتلة، فلذلك المدنيين والديمقراطيين سوف يستمرون بالاحتجاج. طبعا مشاهدينا الكرام شاهدتم واستمعتم إلى الحديث، بس نصحح المعلومة اللي وردت في بداية هذا المقطع من السيد ثامر ياسين الشمري وهو عضو مفوضية حقوق الإنسان، قال بأن عدد الشهداء كان 580 شهيد، لا هذا الكلام غير صحيح، العدد تجاوز 800 شهيد، تخطى حاجز 1000 شهيد الآن مع الاستمرار في مسلسل الاغتيالات، ويستمر هذا العدد بارتفاع مستمر في ظل استمرار مسلسل الاغتيالات ورصد الناشطين وتصفيتهم عن طريق الميليشيات وكذلك عن طريق القوات الحكومية، ولا يوجد تدخل حكومي، هذا باعتراف مفوضية حقوق الإنسان. عندنا السيد أبو عبيدة من الموصل، تفضل حياك الله. السيد أبو عبيدة، طيب ما موجود. زيد من السويد، تفضل يا زيد. ألو، السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. الله يسلمك أستاذ محمد، يا ريت تعطيني فرصة حتى أبين بعض النقاط اللي بعيدة عن الأذهان. وما بس أرفع صوتك شوي لو سمحت، تفضل. يا ريت تعطيني بين وجهة نظر كانت بعيدة عن كثير من الإخوان. طيب. إن المطالبات اللي يطالبون بها المتظاهرين في العراق هي أنه نريد وطن، ومن أتى مع دبابة الاحتلال أتى ولا يعرف معنى كلمة الوطن. نعم. فهذه المواجهات وهذا القتل
اللي دا يصير لعدم استيعاب ما يسمى بالحكومة العراقية لكلمة ومفهوم ومعنى وطن. نعم. واليوم يقال أنه المتظاهرين الأبطال هم جوكرية وأبناء سفرات. لنأتي ونرى من أتى مع الدبابة الأمريكية أو تحت الدبابة الأمريكية واتفق وأسقط النظام الوطني في العراق من خلال السفارات الدولية والإقليمية. طيب، فأيهما أولى بالوطنية وأيهما أولى بهذا البلد؟ الشعب العراقي تعب لمدة 17 سنة احتلال أمريكي إيراني، عدم سيادة، عدم وجود أمان، عدم وجود يعني الفوضى هذه اللي جعلوها هذه الطائفية السياسية اللي جابوها معاهم، واللي الحمد لله رب العالمين بقت طائفية سياسية ولم تصبح مجتمعية لهذه اللحظة، لأنه الشعب العراقي شعب واحد. من يستشهد في الناصرية كما من يستشهد في الموصل كابن تكريت كابن بغداد. نحن شعب واحد نريد وطن. أنا أعتقد إحنا ندور في حلقة مفرغة عندما نحاول نناشد ونتكلم مع هؤلاء الناس. هؤلاء الناس انتماءاتهم خارجية خارج الحدود. لا يمثل لهم العراق أي شيء. يعني الحديث الذي يدور دائما خلال برنامجنا ومن خلال كافة البرامج التي نقدمها، وطبعا الهدف منها وفضح السياسات المتبعة وفساد هذه الحكومات والانتهاكات والجرائم التي ترتكب، بالنهاية وإن كان الكلام لم يوجه لهم أو لا يوجه لهم، لكن هو في النهاية لهدف توعية البعض من المجتمع العراقي الذي لا يزال ربما يسير وفق عقلية خاطئة، ربما تكون تعطي الأمل في شخصيات يعني هي مستحيل أن تقدم شيء للمجتمع العراقي. على سبيل المثال الكاظمي الذي جاء بكثير من الوعود للشعب العراقي وجعل الحياة وردية للبعض من العراقيين، والبعض اعتقد أنه الرجل المخلص، رغم أن من جاء به هم نفس أحزاب السلطة الفاسدة لحكمة خلال 17 عاما ويزيد. طيب، شنو كلام حضرتك أو الرسالة اللي توجهها إلى هؤلاء الأشخاص اللي لا يزالون يعتقدون أن حكومات ما بعد الاحتلال بها أمل؟ أستاذ محمد، بصراحة وبوضوح، نعم، اليوم أكثر التيارات السياسية اللي موجودة بالعراق تقول أن الكاظمي أتى به الضغط اللي صار بالشارع العراقي واللي أدى إلى استقالة عادل عبد المهدي. طيب، ومجيء الكاظمي. لكن وهم امتنعوا على أساس أنهم ما عندهم وزراء بهذه الحكومة، لكن هم ما يحتاجون وزراء إذا هم مسيطرين على رأس الحكومة. الكاظمي كما يقال بلغة الرياضيات صفر على اليسار، لا يؤخر ولا يقدم. لأنه من أتى به هم نفس الأحزاب، هي مجرد عبارة عن دمى تتغير الأشكال لكن الاستراتيجية واحدة. وللأسف الشديد أنت لنضع النقاط على الحروف بشكل واضح جدا. طيب، تطرقت قبل قليل لموضوع أنه بعض، قلت بعض من لا يسمع، البعض هو هذا البعض المنتفع، البعض اللي اجى بأهداف ومصالح شخصية، البعض اللي كان في أوروبا ما عنده لقمة عيش وأصبح اليوم ملياردير. هذا هو البعض اللي ما يوعى، اللي يحب الفوضى، اللي يحب أنه يبقى العراق بهذا الشكل ممزق مدمر حتى يسرق وينهب ويحول فلوس العراق إلى خارج الحدود ويعتاش بها. هذا هو البعض، وإنما الجزء الأكبر من الشعب العراقي هو يا أستاذ محمد هناك قمع شديد. صحيح. الكل صار يعرف، كل العالم صار يعرف أنه القتل والدم العراقي صار سهل. صحيح. سهل، يعني أنتوا تحطون هذه الصور وهذه الفيديوهات، شايف الطريقة اللي يقتلون بها الناس. صحيح. يعني استسهال الدم العراقي واستخاصه. صحيح. سيد زيد، لا يعني حياء لمن تنادي. صحيح. أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة، وصلت فكرتك. نستمع إلى رأي السيد أبو رافد من واسط، تفضل. نعم أستاذ محمد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أستاذ محمد. اللي الأحزاب هاي اللي جابتهم أمريكا نعرض كل شيء هنا، جابتهم كانوا عايشين متعايشين على الفضلات بالخارج هم.
اجوا للبلد دمروه ومزقوه وينهبون خيراته. نعم. وهذولا ما يشوفوا لهم خير نهائيا ابد ابد يعني استاذ محمد. نعم. بعد من يعني والمظاهرات اللي طلعت دول طلعوا شباب على على حقهم، ناس لا عمل، بطاله، جوع، نعم، ضيم، شو يريدون هم؟ ويقتلوهم، يقتلوهم بدم بارد. نعم. يعني شو تريد يعني شو نسوي احنا؟ ما اعرف البلد جاي انهار. من عملته من 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 ماذا يريدون من عندنا؟ ما اعرف شو يريدون. يعني دائما سؤال يتكرر يا سيد ابو رافد، انه لو حكومات ما بعد الاحتلال قدمت شيء للشعب العراقي كان طلعوا وبهذلوا نفسهم بهذا البرد وهذا الحر وبالشوارع ليل نهار؟ لو كانت مقدمت لهم فرص العمل والحياه الكريمه والحصه التموينيه اللي هو كانوا متعودين عليها زمان وراحت منهم، غيرها وغيرها من الامتيازات اللي المفروض يتمتع بها مواطن يعيش في بلد نفطي، بلد غني، كان طلعوا بالشوارع وتحملوا هاي الاهانه والمذله حتى في سبيل يحصلون حقوقهم؟ لا ما يطلعون، ليش يطلعون اذا كان اكو هناك حياه كريمه؟ اي انسان نعم اذا كان عايش وحياه كريمه ليش يطلع؟ ما يطلع استاذ، ما يطلع استاذ العزيز. احنا جاي نمر بظروف صعبه وجاي نعيش وما اعرف انا شلون راح تمر هاي الايام. احنا الامور اقول لحد هاللحظه هاي زينه، بس نعم. اللي قادم أسوأ إلى درجة، أخذها من عندي أستاذ محمد. نعم. القادم أسوأ إلى يعني ما أعرف الشيء اللي راح يمر بينا. هم يريدون مو تدمير تدمير نفسية العراقي نفسيته يا أخي. هم يريدون يفسدون هل النفسية هاي، لأنه العراقي يمتاز بالكرامة والشهامة من شماله إلى جنوبه. نعم. هم جاءوا لخلق فتنة وقتل ودمار. نعم. وما يطلعون إلا أن يا أخي يا سيد محمد يسمون العراق تراب خدمين. دولة ما يطلعون إلى مو العراق ويقتلون بعد وبعد وبعد وبعد. إحنا أتكلم وياك أنا همينا ممكن نخاف يعني ما يطلعون نسوي. ما يطلعون إلا يا سيد ابو رافد كمل الجمله لو سمحت. نعم. ما يطلعون الا بشنو؟ ما بدم دول ما يطلعون لسان ما يجوا ما هم اجوا خذوا السلطه طبعا خذوها بسهوله. نعم. يا الامريكان جابوهم وكل العراقيين يعرفون. نعم. بس ما يطلعون مع الاسف الا انه العراقيين راح يخسرون كثير من ارواحهم بسبب دول الشرذمه وهناك التزق يا اخي هم مرتزقة وعملاء. سيد أبو رافد نعم وصلت فكرتك، أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. عندنا سيد أبو عبيدة من الموصل يعاود الاتصال مرة أخرى، تفضل يا أبو عبيدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أهلا وسهلا. بارك الله بكم على المبادرة الشيقة هذه اللي قاعد تتطرقون بها أنت والإخوان. الله يسلمك. بس انا اكو نقطة مفيدة اريد اقول لك اياها. اكو مثل عند العرب يقول اللي يقول به اللي يقول كلام لازم يعتني به. هذا مثل مجهول عند العالم كله. اي. لان الكاظمي من حكى حكاية قال انه ذاك اليوم من رقوا على موجة الدولار حملت الشهادات وياخذون شهادات العليا وياخذون شهادات الكذا وهالماجستير وهذا شنو على موجة الفلوس؟ ليش انتو دعت بقون قليل الفلوس؟ مو قليل الدعي بقون، اموال الشعب كلها دعت تنباق، اموال الشعب كلها دعت تنباق وتروح بحلوقهم. زين على شنو احنا ننتخبهم؟ على شنو الانتخابات الجايه هسه ينتخبون؟ هم نفس الوجود دعت تطلع. يا اخي هاي العقول النيره اللي عندنا هالطلبه هسه هذه كلها عقول نيره عراقيه بحته. دعت تحمل شهادات عليا. نعم. يفكر يريد يخطط لبلده ينطر بلده. يقدم البلد ما يقبل الا يجيبون هالميليشيات ويجيبون غيره الاحزاب وهذه والله شنو ايران تعب هسه على السلع بعد تنزل بالشوارع التركيه ممنوعه الايرانيه تمشي السوق المخضر كذلك نفس الشيء يا اخي ما يخلون اي بشر انه يشتغل هذا يعني هسه شوف حمد هسه على وعلى هذول الجامعات وتفتر على هذول الطلبه الناس شاطين من هذول كلهم حمل الشهادات على محلك شهادات تبغى البيت على شنو يا ابو محلك شهادات انت يا رئيس الوزراء من تحكي هذا الكلام انك قاعد تصير هذا تعال قيش انت جايب
الا تاخذ الماجستير تاخذ كذا، على شنو هو عايش؟ غير عايش على راتب وعايش على فلوس وعلى انه يريد يعيش يروح شوف بس على شباب حلوه تقول نيرك ولا خارج البلد خارج العراق وبعد تشتغل تشتغل اكو بيوم بدي اشتغل انا في عمال فنادق ومطاعم ليش جايبين لي هالبنجلاديشيين وحاطينهم بالبلد وجايبين هذول يا اخي احنا عندنا عقول عقول نيره صحيح هذول يجون على العقول النيره تعال طقوا بالكاتم وطلعوا لو يجيبوا متراجع نعم اي حكومه يا اخي اي حكومه. سيد ابو عبيد يعني اشكرك شكرا جزيلا للمشاركه. عندنا ابو شيماء من بغداد، تفضل يا ابو شيماء. السيد ابو شيماء من بغداد موجود؟ ابو شيماء حلو والله سادك، تفضل يا ابو شيماء حياك الله. هذا الحديث بالنسبه للوضعيه هاي يعني الى متى نبقى هيك يعني بالوضعيه هاي يعني وضعيه يعني ما اعرف شنو الوضعيه هاي ما ادري يعني يا هي يا وضعيه بالضبط الفوضى مال الحاده بس كل واحد فاتح له والعراق يا العراق ما ادري ايش يصير العراق الله يسعدك يا عراق يا والله الله يسعدك نعم يعني شو تسوي له يعني هذا فاتح لك وضعيه العراق العربيه والحدث السب العراق الفضائيات الباقيه يعني العراق ما تقول لي شو يصير يا استاذ محمد يعني شو يصير والله ما تقول لي شو يصير يعني يوميه طلعت لنا بلاتيقه يوميه طلعت لنا من شغله يوميه طلعت لنا هاي مال الموادنه ما اعرف شنو خلي العراق شوي يرتاح خلونا الدول نرتاح يا استاذ محمد ولا لا متى يعني نبقى يعني هاي الفضائيات والله ما دمرت احد الفضائيات والله حرقت العراق حرق داخلين بالدول وفاتحين فضائيات والعراق يا العراق هسه ما توحدون طيب العراق هسه ابو شيماء العراق تمام سيد ابو شيماء هسه احنا بعيدا عن الفضائيات شغل الاعلام ما ينتهي ايه. لكن خلينا نتكلم على ارض الواقع، انت مواطن عراقي عايش بالعراق وده تشوف الحال، اليوم بدنا نتكلم احنا عن اغتيالات والتصفيات ده تطال كل من يرفع صوته رافض العمليه السياسيه. مو عندنا بنود بالدستور اللي كاتلين روحهم عليه ذول اللي بالسلطه يقول حريه التعبير حق مشروع لكل مواطن عراقي. طيب ليش ما يسمحون للناس تعبر عن رايها؟ ليش دا يقمعوهم بهاي الطريقه؟ ليش ما يحققوا لهم اللي الناس طلعت من اجله؟ الحياه الكريمه، فرص العمل، الخدمات، الامان، النظام العادل اللي يحكم بالعدل، ليش دا يقمعوهم؟ هذا هو السؤال اللي اتمنى تجاوبني عليه. تعال الحديث، تعال محمد بالنسبه لنا شو راح نحكي والله براحتنا الحكومه ما حد يقرب علينا، اكو عداوات ناس بيناتها وناس تحكي على ناس. وناس تسب ناس وناس اتثارات فكلها تصير باطل هذا اي متعرفه متعرفه صدق للكذب يعني متعرفه يعني انا عند عداوه اضرب واحد انا قتله اضرب واحد وذاك يضرب واحد بينات الحاله بس انا احكي على الحكم من يقرب علي والله ما حد يقرب علي مره تحكي يعني انت يعني انت ابو شيماء ابو شيماء انت تحكي على تتكلم عن الحكومه ما حد يتقرب لك يعني بالنسبة هذا احكي مرات بالشارع هذه بالسيارة ما حد يقول لي ليش تحكي هذا رأي الخاص نعم. يعني ماكو قبل نظام صدام قبل يحكي رجل تجنونة طيب لا بس لحظة بعيد عن نظام صدام انت اليوم ممكن ما حد يتقرب لك باشر عقبة حيتقربوا لك مثل ما تقربوا للشباب هواي موجودين بالعراق ليش دا تحاول توصل فكرة انه اللي دا يصير بالشارع العراقي متظاهرين بينهم دا يتعاركون او عراقيين بينهم دا يتعاركون الناس طلعت من الظلم يا ابو شيماء الناس طلعت من الظلم من الفقر تدري يا ابو شيماء تدري بس اسمح لي تدري شو تقول الحكومه هاي الحكومه تقول عندنا نسبه فقر بالعراق وصلت الى 40% وممكن توصل لل 50% طيب احنا خلينا نوقف بس عند هذا التصريح فقدنا الاتصال للاسف فقدنا الاتصال للاسف الشديد اتمنى اذا يسمعني السيد ابو شيماء يعاود الاتصال مره ثانيه الحكومه تتحدث عن ارقام تصل الى 40% من العراقيين تحت خط الفقر وهذا الرقم بارتفاع واليوم مع انخفاض قيمة الدينار العراقي وارتفاع الأسعار في السوق المحلية توقع بأن هذه النسبة ستزداد السيد أبو شيماء ما أعرف شلون يريد يوصلها أو شنو الهدف من اتصاله أنه يقول أنه ثارات شنو ثارات شنو هالمبادئ اللي مبنية على أنه اثنين يتصارعون بينهم أو محاولة إثارة فتنة عراقيين طلعوا ما تعرف منه من يا منطقة من يا ديانة من يا ملة طلعوا كلهم بالشوارع العراقية يتظاهرون رفعوا العلم العراقي في سبيل استرداد حق مسلوب
هل يعقل أن العراق اللي ضاع منه أكثر من تريليون دولار أمريكي اللي يبني يقلبل هذا البلد ويبنيه على الطراز الحديث أنه ما عندهم مجاري أجلكم الله، ما عندهم كهرباء، ما عندهم مستشفيات مثل العالم والناس، ما عندهم مدارس يعلمون بها أولادهم، مدارس طينية بالعراق البلد النفطي؟ هل يعقل بأن العراق اللي الأموال به تدخل من كل حدب وصوب أنه ما بي اليوم وصلنا إلى مرحلة أنه تجدي الحكومة، الحكومة تقترض ما عندها فلوس تسدد الرواتب، ومن المتوقع أنه بعد ما يسددون رواتب على القادم، هاي راح داين من تركيا 5 مليار دولار، وقبلها من السعودية، وقبلها وقبلها. طيب إلى أين تريد هاي الحكومات أن توصل العراقيين؟ الناس لو عدها، ومثل ما تكلمنا ويا السيد أبو رافد من واسط، الناس لو عدها الخير، لو عدها راتب، لو عدها حياة كريمة، حصة تموينية، نظام تعليمي صحيح، نظام صحي صحيح، ما كان طلعت بالشوارع ولا ظاهرت، وكل من يقعد ببيته ويعيش حياته. وإذا حضرتك تتكلم عن السلطة وما حد يجيك، لها أسباب. لكن العراقي لما يطلع بالشارع يرفع شعار كلا للأحزاب وكلا للعملية السياسية، ثاني يوم يغتالوا. من عندنا؟ أبو طيبة من البصرة، تفضل. سيد أبو طيبة. نعم يا أستاذ محمد، حياك الله. أهلا وسهلا. حيا لك وإلى ضيوفك الكرام. الله يسلمك، حياك حبيبي. اليوم العراق جاي مضرب أزمات، وسبب الأزمات اللي جاي تلقى مصطفى الكاظمي والأحزاب والميليشيات. نعم. كاظم مصطفى الكاظمي ما إجا من قبل ساحات التظاهر، إجا من قبل كيانات وسياسية متحزبة وميليشاوية. نعم. هذا واحد. أما بالنسبة على أقرب على كلام الأخ أبو شهد، أبو شيماء، يقول يا المتظاهرين بعض والبعض يتعارفون. لا أخي العزيز، أنت وين عايش؟ أي قابل عايش خارج العراق. اليوم المتظاهر مطلع مسالم، ما يحمل إيده فقط علم العراق أستاذ محمد. نعم. يقول أنا هسه أمشي بالشارع أحكي على الحكومة، ما حد يحكي وياي. أي حكومة هي خاصة تحكي عليه؟ وهو هذا صحيح. طيب طيب بالنسبة إذا يمكن تتفرج أبو طيبة، إذا يمكن تتفرج هسه، عرضونا المقاطع يا شباب، عرضونا المقاطع. هاي المقاطع اللي بيها تصفية هسه، بيها اغتيالات للناشطين، ذولا مو رفعوا صوت ضد الحكومة؟ أشو ذولا دي يتعرضون لاغتيالات وتصفية؟ يعني شنو ذولا، مين؟ مو من العراق؟ أستاذ العزيز، إذا تسمح لي، هو وين يحكي على الحكومة؟ يعني بينه وبين نفسه. أما المتظاهرين، الناس الثوار الأحرار، يترجوا بدون كرامة استرجاع الوطن، استرجاع البلد اللي النهب والسلس. اليوم أصبح الاغتيالات والحطب والقتل للناس الصين، يعني من قبل هاي الميليشيات. أخي إحنا اليوم انصرعنا حسب الدكتور مو كسر حق التظاهر، صحيح، ولكن اليوم الدكتور فصلوه على مقاساته أستاذ محمد. نعم. أنا يعني مع الأسف على هيك ناس ما أعرف شلون كلامهم. أي كلام اليوم المواطن العراقي ما 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 يجد الكرامة، لا يجد الاحترام في أي أي مؤسسات الدولة. أستاذ محمد، لابد اليوم يكون موقف للعراقيين موقف موحد. لا 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 لا، يعني اليوم جاي يجاوزون القوات الأمنية، واليوم انتم سمعتوها بالنجف. صحيح. اليوم القوات الأمنية تجاوزت وقمعة الثوار الناشطين. بأي بلد انت اذا مواطن عراقي انت قوات الامنيه منين؟ انت مو اخوي وابن عمي، انت مو عراقي، ليش ولا كنت ما في الاحزاب يا اخي؟ صحيح. سيد ابو طيبه، انا اكتفي وياك بهذا القدر، اشكرك شكرا جزيلا. عندنا ابو مصطفى من ذي قار، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك يا اخي؟ شلون صحتك؟ الله يسلمك، بارك الله بك.
القبلة يحكي يقول أنا ما أخاف من الدولة، هو يا أهلي ما أخاف من الدولة، الله وكيلك إحنا بالناصرية كفيلك نحن تطلع تقول أنا أريد حقي ثاني يوم إذا ما يأخذونك بالليل يأخذونك بالنهار. هي الشغلة كلها أحزاب يا أخي، كلها أحزاب، ما تقدر تحكي ولا تقدر طالب على حقك. نعم. هي كلها أحزاب، معناتها الفقير إلى الله. نعم. لا تقدر تتكلم مي المالكي، ولا تقدر تتكلم مي العباد القبلة، ولا تقدر تتكلم مي حتى الموجود الكاظمي، كلها أحزاب، ما تقدر تحكي ويا أي واحد. أنت نعم. فقير لازم تسد بابك وتقعد. ليش دريد يوصل فكرة السيد أبو شيماء لما اتصل يقول هاي ثارات اللي دا يصير بالعراق بالشارع العراقي، هاي العركات والمشاكل، هاي عركات بين المتظاهرين، ثارات. ليش دريد يوصل فكرة أنه أكو اقتتال داخلي؟ ليش دريد يوصل فكرة أنه العراقيين بيناتهم متصارعين، والحقيقة أنهم طلعوا كلهم ضد جهة معروفة، ضد سياسات فاشلة، ضد حكومة أو حكومات حكمة العراق؟ هي رادة كلها للأحزاب، كلها راجعة علما للأحزاب. ماكو، أنت ما عندك حزب لازم تقعد ببيتك، تقعد ببيتك وتسكت. إذا طلعت هسه ترفع أنت خوف بس في عراقي رافعة، أنا أريد حقي، أطالب مثل العالم أريد حقي. نعم. أنت هسه عندك بالناصرية وعندك باقي المحافظات لا ما لك حزب، أنت لا تصير شرطي ولا تصير موظف ولا تصير حتى البلدية. الله كيلك أريد أسجل بالبلدية كفيلك لحسين من طفوليتي لحد الآن، لا أني ولا أخواني ولا أي واحد. عائلة كاملة راتب ما عندنا، راتب ما رعاية ما عندنا. أريد أسجل بالبلدية. البلدية شنو قيمة الكناس مع البلدية؟ ما حد يقبل يسجلني كناس مع البلدية لو أنت بحزب الفلاني ويسجلك كناس مع البلدية. لو أنت مالك حزب والله العظيم ما يسجلك بكل مكان. تدفع فلوس حتى تتعين؟ تدفع فلوس، مو تدفع فلوس، هو أنت راجع للأحزاب، عندك حزب أنت تتعين وتصير أنت أبو فلان. ما عندك حزب والله العظيم ما واحد يقدرك كل من كان. هاي السيطرة، السيطرة من تجيها لا لزمتها. قلت لها أنا قرايب فلان، قال لك أعبر. أنت مالك قرايب، قال لك انزل على الحاسبة وودي لفلان بكان، وودي فلان ضابط، وظل واحد يجرجر بالثاني. ورا كل اللي تفضلت بيه، ورا كل اللي تفضلت بيه أبو مصطفى، الأحزاب ايه. مستكثرة عليكم تطلعون تطالبون بحقكم، أو على الأقل ترفعون كلمات شعارات، يعني ما رافعين غير العلم العراقي والشعارات، يقولون عليكم أبناء السفارات والجوكرية وأنتم مدسين. لا لا، وجوكري، وتطلع رفيق حزبي، تطلع صحيح. رفيق حزبي، وأنا لحاكيك كفيلك لحسين أبوي مجاهد ومسجون سنة ونص بزمن صدام حسين. نعم. وبالقرآن الكريم لحد الآن ما مستلم معاملته ربع دينار، بحيث هسه ما دخل بالأحزاب. نعم. شلون ما دخل هسه بالأحزاب؟ النظام السابق كان بالأحزاب، قلنا له عوف الأحزاب. نعم. هسه ما دخل بالأحزاب، كتبوا عليه، كتبوا عليه كنت بالأمن سابقا، وهو لا بالأمن، وكان بالنظام البائد هو غوغائي، وكنا ساكنين بالهور بالشبايش، وما أن أصلا يدية بهاي بهذه الحكومه. يا ابو مصطفى، ليش هسه ليش المسؤولين الأحزاب. ليش المسؤولين الموجودين بالحكومه اليوم مو بيهم هوايه كانوا بحزب البعث سابقا وضمن الحكومه سابقا وكانوا يعملون يعني كانوا ضمن الحكومه وبعثيين وكذا، مو كانوا هم هسه اليوم اللي هم باحزاب اخرى؟ لا، سوين هسه صاروا مو هسه كذوها بعد، من كذوها من بدايتها بعد انتهى، صار هو ابو حزيب وهو كان يعارك صدام حسين، وهو كان بالنظام السابق هو الموجود، وهو الله وكيلك كان ما يطلع باب الحوش، وهو تلقى رفيق حزبي لو بالامن لو شمشوم، وهسه صار بس هو اول. صحيح. انا اشكرك يا ابو مصطفى من ذي قار، شكرا جزيلا، وصلت فكرتك. ويانا سيد صباح من بغداد. السيد صباح حياك الله في دقيقة لو سمحت. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة للحكومة يعني رواتبهم العالية، الحكومات الثلاث، الرئاسات الثلاث، يعني رواتبهم العالية يعني أنهكت الميزانية. نعم. ونعرف احنا غرقت الحكومة في الديون. المستشار الموجود، المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء أو رئيس الجمهورية، يعني جاي ينصحهم، شي يخلي لهم خطط في سبيل يعني الخلاص من هذا الموقف. يعني ما عندهم أي خطة يعني غير المفروض بهم هذول جماعة السلب والنهب.
يعني يعني والانفاق الغير رشيد اللي جاي ينفقونه هاي الفتره كلها الحكومات الرئاسات الثلاث أي. المفروض بيهم ينصحها على ورقة الإصلاح مال كاظمي اللي يدعي بيها من استلم الحكم لحد الآن رئاسة الوزراء. طيب. أكو ورقة إصلاح لمكافحة الفساد، هو خلاها، هو بلسانه طلع حكى أحارب الفساد. هو خلى الورقة، هو خلى الورقة، هل يستطيع التنفيذ؟ المفروض ما يقدر من الأحزاب من السلطة ما يخلوا، المفروض بي هاي ورقة الإصلاح الأموال العراقية اللي تحولت من المصارف الأهلية وخارج العراق إلى إيران ولبنان وغير الدول وأوروبا، المفروض بي هاي ورقة الإصلاح تلاحق هاي الأموال العراقية ووضع الفاسدين داخل السجون أو تحت طاولة القانون في سبيل من يرجع الأموال يخلص من هاي الأزمة الاقتصادية ويجي على رواتب المتقاعدين اللي هم هاي رواتب المتقاعدين احنا نعرفها بزمن فترة دوامهم وخدمتهم كانت تعزل من رواتبهم تستقطع وتتخلى مصرف خاص هو مصرف التقاعد في سبيل بعد التقاعد تخدمه هو من راتبه مو من الدولة هذا المتقاعد. شكرا 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 سيد صباح من بغداد، انا اعتذر منك الوقت انتهى. ونقرأ فيما تبقى من وقت الرسائل الواردة. أدنى رسالة من عبد الله من الموصل تقول: السلام عليكم، نطالب بالعفو العام للسجناء المظلومين الذين حكموا ظلما، حكموهم ومسح ميداني ما طلعوهم وحكموهم ظلما، نطالب بإعادة المحكمة عليهم أو المحاكم عليهم، والله يفرج على كل مظلوم عن كل مظلوم. رسالة من أم محمد بن الأنبار: السلام عليكم أستاذ محمد، نطالب الحكومة العراقية بالإفراج عن المعتقلين المظلومين، والله أنا ابني صار سنة ما أدري عنه أي شيء، حسبي الله ونعم الوكيل. رسالة من سيد مبروك من الإمارات، يعني رسالة طويلة أعتذر عن قراءتها كلها، لكن باختصار شديد يقول: بعد 2003 وتابعاته جاءت حكومات تريد أن تفعل الرفاهية أو تفعل الرفاهية وتعمل الرفاهية للعراقيين كوعود يعدونهم فيها بحياة مرفهة وحرة وكريمة، لكن العراقيين يرفضون هذه الوعود لأنها ذهبت هباء منثورا. وفي آخر الرسائل: أخي العزيز القوة العراقية، أخي العزيز القوة العراقية هم خونة، بدل ما يروحون يلزمون ميليشيات إيران قتلوا العراقيين يلزمون المتظاهرين، العراقيون لن يخافوا ويتساءل وين زلم العراق الأبطال. طيب رسالة أيضا حتى نكون منصفين، آخر شيء: أبو شيماء أحد الأشخاص يتهجم على السيد أبو شيماء كذا كذا كذا، يعني بغض النظر احنا نتحفظ على الهجوم، الكل مقدر الكل محترم، أهلا وسهلا بالجميع، وطبعا هي وجهات نظر يختلف بها ويتفق حولها البعض والبعض الآخر، وتبقى وجهات نظر مطروحة، إذا كان هناك شيء نرد بالأسلوب الـ 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 يعني الدبلوماسي طبعا والمهذب أيضا. أنا أشكر الجميع، شكرا جزيلا لطيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله، إلى اللقاء.